بالإقليم. وهذه جت كيف جت؟ وأنه كان البلدية كتفاجئنا خطرة خطرة كيسدوا الملعب وبالتالي على الهلال خصوصا على الهلال، وبالتالي اللعابة خصهم باش يدربوا يمارسوا الحصة ديال التدريب ديالهم لابد خصهم يقفزوا على السلك باش يجيو في وسط الملعب ويتريني. وخليتهم طرح طرح تعيتوا لي تقول يا راه المشكلة كان لقينا مشكل في الملعب لقينا عاود مسدود، تقول لهم شوفوا كيفاش تسلكوا ندوزوه. ولكن واحد الوقت فاش عيتوا لي انسان ما كيكونش دائما يكون شي خطرة الراس ديالو مهموم، فاتصلوا معايا في واحد اللحظة اللي ما كنتش هو هذاك، قالوا لي ودي راه نفس المشكل راه الملعب تسد. قلت له لا هذه ما ندوزها لكمش. وسال السيل الزوج. لا دابا استناوني تماك ما ديروا حتى شي حاجة، ما تقفز على السلك وما تقفز على لا، استناني حتى نخلط. خلطت عندهم، وكان لازلت أتذكر أنه كان عنده مدرب برازيلي من جنسيتين برازيلية. مشيت عنده هضرت معاه قلت له شوف يمكن تعطي تعليمات اللعابة باش يلبسوا الكسوة ديالهم، غادي نديروا واحد حصة تدريبية نموذجية. مشاو لبسوا، عيطت للمكلف بالأمتعة قلت له هز الكواري ديالك هز الحدايد ديالك هز الأمور كاملين والمدرب واللعابة خرجوا. قلت له دابا تبعوني مشاو نديروا واحد حصة تدريبية من النوع الرفيع. بطبيعة الحال خرجنا من الملعب دزنا على شارع حسن الثاني، هبطنا مع شارع حسن الثاني على المركب وحنا لابسين الكسوة الرياضة واللعابة كاملين. دزنا من شارع حسن الثاني دخلنا في شارع محمد الخامس، حتى واحد ما عارفين غادي. دزنا على شارع محمد الخامس تا وصلنا للساحة ديال البلدية سابقا سميتو الآن المقر ديال مارتشيكا حاليا. ف قلت له المدرب سيدي المدرب الحصه التدريب ديال اليوم هنا غتكون في الهواء الطلق. بداو هذوك الناس اللي جالسين في القهوي تيطلوا شنو وقع هنا شنو وقع هنا. اللعبه ديال الهلال مثلا كنذكر زهير حمدي وي وترحيب الترحيب فؤاد وكذا يخرجوا الكره ديال الشرط ولا ديال الكورنير وكذا في وسط الشارع كذا. فوقع كان احتجاج راقي جدا راقي. فنزل عندي السيد البشار ديال هذيك الوقت رحمه الله عليه، نزل قال لي ودي شوقي يمكن لكم تمشوا للملعب محلول كذا. قلت له لا دابا الا غادي تحل مستقبلا، اما دابا نكملوا الحصه ديالنا والا بغيتوا تسدوه مره اخرى غادي نفاجئكم لان الحصه المقبله ما غاديش تكون هنا، يعلم الله وحده فين غادي تكون. وكملنا الحصه ديالنا التدريبيه بطبيعه الحال تماك حتى سليناها ومشينا، وكانت النهايه ديال اغلاق الملعب في وجه الفريق ديال اللي سميتو هلال الرياضي.